مساء الخير. عادة منزور الكارانتينا تنشوف أجمل معرض للزهور، ولكن هالمرة اخترنا الجاردن شو من سبق الخيل. عن شو عم بحكي؟ خلينا نتابع أنا وياكم. ككل عام في مثل هذا الشهر تحتضن بيروت فعاليات معرض مهرجان الزهور 2014 ضمن ميدان سباق الخيل بمشاركة مجموعة من الشركات المتخصصة بالنباتات والزهور وكل ما يزين الطبيعة والشرفات والحدائق. من الكارانتينا انتقلتوا اليوم لسباق الخيل، خبرني ليش اليوم تحديدا انتوا هون وإذا رح نرجع نشوفكم بالكارانتينا؟ أكيد نحن لازم نتواجد بكل لبنان لنعرف الناس على إنتاجنا الوطني. طبعا في ناس كتير ما بتنزل على كارانتينا من لقيون هون. بالنسبة للسنة ما شتت كتير، بتعرف المي قليلة بلبنان، هيدا الشيء أثر عندكم على المزروعات ولا ما أثر؟ أكيد في ناس كتير بيقولك بدل ما نزرع سهلة جازون ونعمل ما بعرف شو، عم بيعملوا قدر الإمكان يختصروا بس يحافظوا على جنينة. انه ايها هلا بننصحهم انه اذا كترنا شوية تور وسقينا بانتباه، اذا عملنا اريجيشن مثلا سيستم راي بالنقطة منوفر كتير بالماي، ومنفهمهم انه مثلا هيدي الشكلي ما بدها تغريق ماي. ثلاثة ديزاينر لبنانية اصحاب، سو عم نعمل لايتنج وهوم اكسسوارز. عملنا ورد قلبه شمع، مزبوط. هيدول ورد معمولين بات سيراميك، في منهم بنحط فيهم شمع، في منهم بنحط فيهم انبوز للعصفور تنجذب العصافير لعنا. سو بتحطيهم، انت فيك تحطيهم بالجنينة بالبويات على البالكون، فيك تحطيهم بفاز كمان. وعم نشوفه بس عندكم يعني ما شكلها هيك لانه هذا ديزاينه. ثانك يو فيليب ابو زيد. انت بنعرفك قد ايه بتحب الزراعه، يمكن ما انا مهنتك هي صحيح. ولكن كل سنه بنشوفك موجود يا بالكارانتينا مع الوالد يا اما بالاماكن يلي مثل اليوم مثلا. مهنه الزراعه وخاصه بلبنان يعني هي بترجعنا لاجدادنا يلي هن بلشوا بزراعه الارض والاهتمام بالارض والعلاقه بين الارض والانسان، كثير يعني فيها الكثير من اذا بدك الجمال والوفاء. يعني الانسان بيتعب على الارض والارض ترجع بتعطيه. انا بس بحب اقول انه القطاع كثير مهم، القطاع الزراعي وخاصه زراعه الازهار والشطول، ولازم الدوله تدعمه وتدعم الشباب الجداد يلي عم ببلشوا بهيدي المهنه، وبتخلينا كثير نامن وظائف للشباب. من سبق الخيل، دارين شاهين، قناه الجديد. برنس دو موناكو قريبا رح يرزق بطفل، خلينا نشوف انا وياكم.